ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أسباب العمل الصالح هو أيضا التأمل أسماء الله وصفاته وإحسانه إلى خلقه وإنعامه عليهم، يسبب أنك تحب الله عز وجل إذا رأيت فضله عليك، إذا رأيت إنعامه عليك، فإن هذا يسبب لك أن تحب الله عز وجل. تأمل في أسمائه وصفاته، تأمل في القرآن الكريم، تدبر القرآن يسبب لك التقرب إلى الله، تقرب إلى الله بالطاعات. قال صلى الله عليه وسلم بما يرويه عن ربك أن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. التقرب إلى الله بالعبادات يسبب أن الله يحبه.